على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رمين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله وسلي ناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهر ولو شيء لهديكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء الله الله على الأزهر على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله وسلي ناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا الله أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والذين تدعون من الله يعلم ما تسرون وما تعلنون تمام والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين يتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون حلو كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون سلام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله و... ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون All right.
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون إسقاط القنبل ولا القانون؟ البز يا مولاي القانون للتسهيل الأولى ها؟ البز يا مولاي البز برضه ليه الإسقاط ماشي قول عشان مفتوحتين نعم إسقاط الأولى في اتفاق الإيه زن غدا خلفوه ما حج أنت ترى من الشاطبية ولا من الطيبة؟ الشاطبية سيدي طيب وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غريه كليا وكنواه سهلا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات
الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لماذا؟ الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم انت عاوز تتمد على رجل حق فهم فهم ينفع كده انت بقى بالذات عاوز تتمد على تاخد خمس عصر ينفع وش نفس مال وما يتفضل مال فهم الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء تمام أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اللي بعده معانا الآية دي وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام اللي هو ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة والخيل والبغالة حد ما اللي تركبوها وزينة وبعدين بعض الأنعام بننتفع بصوفه ونأكل لحمه والبعض بيحملنا ونركبه وهكذا. فالأنعام شوف الأنعام ما بالك أنت الإنسان الناطق الذي سواك ربك في أحسن صورة. فمن ضمن العبر في الأنعام لعبرة يعني لعظة. من يراش القرآن كده عمي لا نقرأ ونتعظ. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وكذلك أيها المؤمنون يا أصحاب التوحيد يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم لكم في الأنعام التي خلقها الله تعالى عبرة يعني عظة. من ضمن عبارها أبي في الآية دي ها
يقول نسقيكم أو تسقيكم أو نسقيكم زي بعض على القراءات، كله نازل من عند الله سبحانه وتعالى. مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. ما تحتمل التذكير والتأنيث، ولذلك قال مما في بطونه باعتبار ايه؟ باعتبار معنى ما، لأن كلمة مما ما ديت تحتمل أنها ايه؟ مذكرة. وذلك في آية تقول مما في بطونها، التأنيث على الأنعام يعني، واخد بالك؟ طب ايه بقى العظة اللي هنا بقى ناخد بالنا منها؟ مما في بطونه أو مما في بطونها كالآية الأخرى، واخد بالك؟ من بين فرث ودم لبن. الأنثى اللي هي نحلبها ونشرب لبنها، أتعرف هذا اللبن جاء كيف؟ سبحان الله. اللبن ده كان بين حاجتين، الحاجتين دول في منتهى القزازة، لو يعني لا تطيق، نتن اللي هو البراز بتاعها، واخد بالك؟ الفرث والدم. لو جالك شوية لبن ولقيت عليهم دم كده تشربهم؟ فالقادر سبحانه وتعالى بينزل اللبن من بين الحاجتين دول، الفرث اللي هو اللي انتوا عارفينه، واخد بالك؟ الأكل ولما يتهضم يعني وتحول إلى براز وكذا وكذا، والدم. الدم اللبن بينزل بين الفرث والدم أبيض، لا الدم يأثر عليه في اللون ولا البراز ينتنه وينزل لك وتشرب. مش تقول الحمد لله؟ تقول الحمد لله ولا لا؟ شوف ازاي بقى اللبن ينزل من بطن البهيمة بين هاتين الحاجتين، براز لا يطار نتن، ودم لا تطيقه. واحد يشرب الدم لا تطيق شرب الدم، اللبن ينزل صاف. شوف قالك ايه؟ لبنا خالصا لا عليه براز ولا عليه دم، سائغا تسيغه وتستطعمه بفمك للشاربين. اقرأ يا رب. سبحان الله. اقرأ يا رب. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وانت قبل كده كلمة والأفئدة إذا كان بعدها لعلكم لا وقف عليها. نعم. والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم. بعدها كلمة قليلة تقف على الأفئدة. والأفئدة قليلا ما تشكرون، زي موضع سورة تبارك الذي. نعم. واخد بالك؟ يبقى الأفئدة انظر إلى ما بعدها. إن كان ما بعدها لعلكم تشكرون على هشوة. عليها واقفة عنك يا ابني؟ لا. والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم. بعدها قليلا والأفئدة. نعم. وتبدأ تقول قليلا ما تشكرون، بمعنى شكركم قليلا، أو لا تشكرون إلا قليلا. قول يا ابني. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. الله الله على الأزهر الله 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 أكبر كرم الدنيا كمن واكثر لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها. الله الله يا رمين على مصرمين يبعد سلامك كلمتين يا هلا الله وش سلم أسهر طيبين ودي أما فيها مخلصين.